هنا إيران قبيل عام 2010. القاعدة الرئيسية للروافض، منطلق إهانة الصحابة رضي الله عنهم. النظام الذي قتل 127 عالما من علماء أهل السنة، وهدم 43 مسجدا لأهل السنة، وجميع الوسائل الإعلامية تحت إشراف الولي الفقيه فقط. حرب مكتملة الأركان، ولكن تم إنشاء قناة كلمة الفضائية، وانتهت الحرب الأحادية، وانطوى عهد الصمت إزاء الطقوس الشركية وإهانة الصحابة. منذ انطلاق البرامج المباشرة للقناة بدأ صراخ المراكز الرافضية. وتحدي كتابة الآيات القرآنية في الأماكن العامة أثار ضجة واسعة. مباشرة أصدر نظام الولي الفقيه أوامر عاجلة بإعداد وثائقيات متتالية هجومية ضد القناة. شبکه کلمه مثلا و دیگر شبکه ها دعوت میکنیم با ما ارتباط داشته باشن. و للمره الاولى في تاريخ ايران اضطرت القنوات الحكوميه الرسميه على اقامه المناظره مع القناه التلفزيونيه المعارضه. اجازه بدید که هم وقت ما گرفته نشه، هم وقت بینندگان گرفته نشه. جمهورمون رفت وهابی شدن. برنامه های ماهواره ای را چک کنم، این برنامه کلمه. قامت الحكومة الإيرانية بنشر قواتها في الشوارع، وأنشأت أماكناً للرد على الشبهات في محطات مترو الأنفاق والشوارع، وتم سحب الدشات من جميع سطوح البيوت، وأصدرت جريدة كيهان الإيرانية مقالات عديدة غير مسبوقة ضد قناة الكلمة العالمية. الولي الفقيه الإيراني يرى أن كل المشاريع التي قد دفع عليها منذ 40 عاماً على وشك انهيار. لم يجد النظام الإيراني سبيلاً إلا التهديد، وصدرت الأوامر للسفارات بعدم تجديد جوازات مذيعي القناة. سجهاي دستاموز عربستان السعودي تو این شبکه های وهابی مثل کلمه و غیره جلوی اینها باید گرفته بشه و من واقعا برای اینها اعلام خطر میکنم. آقای هاشمی، آقای خدمتی، آقای ترشاوی، آقای فلان، آقای فلان، محاکمه شما در رسانه های ملی صفا داره، یعنی اونجا دیگه عشق. جند النظام كبار شخصياته لمحاربة القناة. عجز الدكتور مهدي خزعلي ناجل آية الله خزعلي عضو مجلس خبراء في المناظرة أن يثبت مقتل فاطمة بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. هنا الناس عرفوا الحقيقة. تجاوز عدد المشاهدين للبرامج المباشرة حتى 15 مليون مشاهد، وتلقى برنامج واحد 9000 اتصالا هاتفيا. 120 مليون ناطق باللغة الفارسية تفتحت عيونهم للحقيقة بعد 40 عاما. تو خونه های ما شیعیان داره نماز خونه های اهل سنت بپا میشه، یعنی همه ما شیعه ها داریم به شیوه اهل سنت نماز میخونیم. من وقتی که پای این شبکه کلمه میشینم با عبادت هیچ فرقی نمی کنه، گوش ما از اسلام میشنوه، اسلام واقعی. اعتقادم اصلا 100% عوض شد، اسلام واقعی رو از طریق شبکه کلمه فهمیدم چیه. من خودم مدعی کردم، الان دیگه کنار رفتم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. وهذا ناتج غير مسبوق، وهذه بداية الطريق.